لا شك أننا أمام تحول تاريخي بدأ في غزة، فلا بد من تقييم حجمه ولصالح من يسير دون الوقوع في بروباغندا التخويف والترهيب الممارسة من قبل إسرائيل لخلق واقع جديد. مرة أخرى يسقط القناع عن أكاذيب وزيف وتضليل الأعلام الغربي الأوروبي والأمريكي الذي كان الكثير منا في الماضي القريب يقدسه ويعتبره الأكثر صدقاً وموضوعية، ولا يأتيه الباطل عن شمالها أو يمينها. وسيطرت إذاعتها ووسائل إعلامه المرئية بعد ذلك على المشهد الإعلامي العالمي، وتبنت مواقف مشبوهة ومشوهة من القضايا والأحداث العربية. 5 أركان بنى عليها الغرب حروبه المدمرة والفاشلة في آن واحد. هذه الأركان كلها متوفرة في حرب غزة: إخفاء الأهداف الاقتصادية، بتر الأزمة عن سياقها التاريخي وتسلسلها وشيطنة كل من يقاوم مخططاتهم، وقلب المعتدي والضحية، ثم العمل على منع وصول وجهات النظر إلى الجمهور. طال مرض التحيز منصات إعلامية ذائعة الصيت مثل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي والشبكة الأمريكية سي أن أن وشبكة إي بي سي نيوز وصحيفة لوس أنجلوس تايمز وصحيفة ديلي ميل. الكيل بمكيالين في اختيار المصطلحات المنحازة، وكأن الوفيات الفلسطينية عرضية أو غير متعمدة أو مجهولة السبب، بينما تحدد بوضوح سبب وفيات الإسرائيليين نتيجة أعمال عنف. الأخبار كاذبة والمعلومات المضللة هي العنوان الرئيسي لكافة تغطية محطات الأخبار المعروفة في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها مخولة بإدارة الحرب الوحشية المدمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أو على الأقل قامت بالتنسيق مع إدارات الحرب في تل أبيب وواشنطن على توجيه وتهيئة الرأي العام العالمي لدعم المخططات الإسرائيلية والأمريكية الخبيثة في المنطقة وشيطنة منظمات ودول المنطقة وجرها إلى آتون حرب لا يعلم مداها أحد ولا يعرف تداعياتها إنسان. الصدمة الأكبر أن رئيس أكبر دولة في العالم وهو جو بايدن وقع في الفخ سواء رغبة منه أو بسوء نية، وصدق مزاعم وأكاذيب الإعلام الغربية الذي يقوده أنصار إسرائيل، وزعم أنه رأى صوراً لأطفال إسرائيليين يقوم مقاتل المقاومة بقطع رقابهم. رئيس أكبر دولة يصدق الأكاذيب الإعلامية ويتخذ مواقف عسكرية وسياسية بناء على هذه الأكاذيب، رغم أن المتحدث باسم البيت الأبيض اضطر لتكذيب الرئيس ونفى الكذبة التي رددها بايدن دون أن يحدد مصدرها. واتضح بعدها على الفور أن جندياً إسرائيلياً اخترعها ومررها على وسائل الأعلام المتعطشة لإدانة الضحايا الفلسطينيين. فمنذ أن اندلعت المواجهات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتصعيد العسكري الغاشم على قطاع غزة، ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تشكك في حياد وسائل الأعلام الغربية وتتهمها بالميل لهذا الطرف أو ذاك. فتناول الأعلام الغربي للأحداث الجارية يعكس انحيازاً واضحاً للطرف الإسرائيلي من خلال ما سموه استخداماً لمصطلحات تل أبيب الدعائية وتركيز على أعراض المشكلة من دون تطرق لجذورها. ونشر مؤيدون لإسرائيل تعليقات تنتقد ما اعتبروه تحاملاً عليها من قبل بعض المنابر الصحفية في البلدان الغربية وتحديداً في أوروبا.